بكم إلى موجز نشرة الظهيرة على قناة الحدث الإفريقي. شكل موضوع فعالية الحقوق الثقافية حماية صيانة وولوج إلى التراث بجهة بني ملال خنيفرة كنموذج محور ندوة جهوية نظمت السبت بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لبني ملال خنيفرة. وفي كلمة بالمناسبة تطرق الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان منير بن صالح إلى أهمية الحقوق الثقافية كمكون لا يتجزأ عن باقي حقوق الإنسان، مؤكدا أن دستور 2011 ينص على الحقوق الثقافية ويضمنها في عدة فصول، ومنها الفصل 19 الذي ينص في فقرته الأولى على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بحقوق وحريات ذات طبيعة المدنية والسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية. كما استحضر بن صالح الفصل 25 الذي يكفل حرية التفكير والتعبير والرأي بكل أشكالها من حيث حرية الإبداع والنشر والعرض في مجال الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني، بالإضافة إلى الفصل 26 الذي ينص على أن السلطات العمومية تقدم بالوسائل الملائمة دعمها لتنمية الإبداع الثقافي والفني. أكدت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج لمجلس النواب نادية بوعيدة أن المغرب يطلع بدور رائد في مجال تدبير الهجرة على مستوى المنطقة المتوسطية، وذلك خلال أشغال النسخة الثامنة من منتدى روما للحوار المتوسطي. وأوضحت بوعيدة خلال ورشة حول علاقات الاتحاد الأوروبي بجواره المتوسطي أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تشكل نموذجاً لتدبير الهجرة الأكثر تقدماً على الصعيدين التشريعي والمؤسساتي، حيث أتاحت تسوية الوضع الإداري لآلاف من المهاجرين ودمجهم في المجتمع المغربي. وأشارت إلى أن المغرب شريك استراتيجي وملتزم للاتحاد الأوروبي الذي تعود الشراكة معه في مجال الهجرة إلى عدة سنوات، وذكرة بأن المملكة والمفوضية الأوروبية قد أبرمتا في يوليوز الماضي شراكة متجددة في مجال الهجرة ومكافحة شبكة الاتجار بالبشر. وقالت بوعيدة أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مستمرة في التعمق بفضل حوار ثنائي دائم وشفاف ومثمر، مستعرضة مختلف الاتفاقات والشراكات المبرمة والمراحل المهمة في التقارب السياسي والبشري والتقني بين الطرفين. كما شددت المسؤولة البرلمانية على ضرورة تعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة في سياق جيوسياسي واقتصادي متوتر بسبب تداعيات الجائحة والصراع في أوكرانيا. نظمت سفارة المغرب في أديس أبابا ورواق سان جورج غولا جاليري أول أمس السبت بالعاصمة الإثيوبية عرضاً مغربياً إثيوبياً للأزياء والمجوهرات، سلط الضوء على ملابس تقليدية مغربية مرفوقة بمجوهرات إثيوبية. وتم خلال هذا العرض تقديم مجموعة من الملابس التقليدية النسائية تشمل القفطان والجلباب والقندورة بإطلالة عصرية للمصممة المغربية أمينة علوي محمدي، علاوة على مجموعة من منتجات الصناعة التقليدية المغربية والإثيوبية. ومكن عرض هذه الأزياء والمجوهرات دبلوماسيين معتمدين في أديس أبابا وفنانين ومصممين إثيوبيين وصحفيين وشخصيات إفريقية أخرى من اكتشاف تنوع التقاليد المغربية من خلال التعرف على مختلف أنواع الملابس وأحدث إبداعات المصممة المغربية مع أزياء تقليدية جاهزة مخصصة للمرأة الإفريقية. وقالت المصممة المغربية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن العرض الذي قدمته اليوم مزيج بين التقاليد المغربية والثقافة الإثيوبية. فاز الفيلم المغربي حبيب لمخرجه حسن بن جلون بجائزة أفضل سيناريو ضمن النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، وعادت الجائزة الكبرى للمهرجان للفيلم الأرجنتيني الملفيون بعيدا عن البحر، وجائزة لجنة التحكيم للفيلم التونسي سفاح نابل.
ويحكي الفيلم المغربي حبيبة الذي تم تصويره بين مدينة دار البيضاء وقرية عين بلال نواحي اصطاد قصة حب بريء ناتج عن علاقة إنسانية محضة بين أستاذ للموسيقى وطالبته التي فقدت المأوى والعمل بعد الإغلاق الشامل لجميع المرافق الحيوية ومنع التنقل بين المدن قبل أن يصطدم هذا الحب بالعديد من الإكراهات والانكسارات. ويجسد شخصيات الفيلم كل من عبد الفتاح القادي وفاطمة الزهراء بلدي وجمال العباسي وعبد الغني سناك وسعاد العلوي وآخرين. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية موجز الظهيرة، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.